والثاني؟ الثاني طال عمرك عندي شو اسمه، عندي حلف على الوالد، الوالد كان في المستشفى وقلت له نذر ان طلعت اني لا اذبح لك ذبيحه، يوم طلع قال لا ما تذبح اي يعني رفع. طيب يقول انه الشيخ بارك الله فيكم يقول انه حلف اذا خرج او نذر أن لا حلف انه اذا خرج الوالد من المستشفى عليه ذبيحه، ولكن بعد ما خرج الوالد رفض الوالد ان تذبح هذه الذبيحه، فما الحكم؟ اذا كان نذر، نعم اذا كان نذر فيجب عليه الوفاء بالنذر وان يذبح الذبيحه، ولا للوالد دخل في منعه، لان هذا نذر واجب، نذر طاعه. نعم. أما إذا كان أنه حلف ولم ينذر فهذا يخير بين أن يذبح الذبيحة أو يكفر كفارة يمين. نعم.